طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في صوت اليمن. مع الوقت نكتشف ان اي حديث غير المواجهه الشامله والحسم العسكري هو كلام للاستهلاك في جلسات المبعوثين وندوات المراكز الدبلوماسيه، لكن على الارض الامر مختلف جدا. على الارض لا شيء اهم من ان نبدا في الحسم. العالم لن يجلس ويعطيك حقوقك وانت لا تقف على ارض صلبه. الايدي القويه أقدر على تحقيق النصر في المعركة وفي السلام أيضا. لذا لن نمل من الحديث عن الحسم العسكري باعتباره الطريق الأساسي لحل القضية، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة. هو أيضا الوسيلة المثلى لإقناع الحوثيين بأن الدولة يجب أن يتشارك فيها الجميع، وليست ملكا أو هبة أو ولاية أو وصاية لأحد. في المعارك ليس أمامك سوى أن تنتصر، لا جدوى من الكلام ولا جدوى من المباحثات ولا التشاور. العالم لا يعترف إلا بالقوة. قد يتعاطف مع المظلوم لكنه لن يمنحه حقه طالما لن يستفيد. الحسم العسكري هو قضيتنا اليوم وشغلنا الشاغل، لأنه هو من سيرفع راية اليمن خفاقة، ولذا لا حاجة لنا بأي تحالفات ضيقة وحسابات قصيرة. الحسم العسكري سيوقف كل المهازل التي تحدث أو قد تحدث. من البداية كان لابد أن يكون لدينا قيادة عسكرية موحدة، أن تكون لدينا حكومة حرب، لأن احنا في وضع لا يحتمل ما يجري اليوم من مداهنات، ما يجري اليوم من ترتيب أوضاع. يعني نعتقد أنه بدأنا في الأيام الأخيرة إن صحت النوايا بالعمل الجاد من أجل استعادة البلد من أيدي الميليشيات المدعومة من إيران. إذن لا حاجة لنا بالكثير من الكلام، وعلينا التركيز على حسم المعركة بشكل عاجل لإنهاء معاناة الناس. للحديث حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى متعلقة، سرني أن أستضيف المحلل العسكري المعروف العميد الركن ثابت حسين. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. نبدا النقاش ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا. اهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام، وارحب بك سيد العميد. والحديث عن الحسم العسكري ياتي بعد ان استغرقنا وقتا طويلا وجولات مكوكيه في الحوار مع هذه الميليشيا، لكن مع الايام يبدو ان الحسم العسكري هو اقرب الطرق الى السلام. كيف تنظر الى مساله الحسم؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا الحديث عن الحرب هو حديث يدمي القلب، يعني لا أحد يرغب في أن يتحدث عن الحرب، وخصوصا عندما تكون هذه الحرب عبارة عن حرب استنزاف، يعني حرب طويلة ضحاياها بمئات الآلاف. يعني الآن تقدر الضحايا يعني مصادر حقوقية تقدر ضحايا هذه الحرب منذ اندلعت في عام 2015 قبل حوالي 5 سنوات بحوالي 100,000. يعني لو أخذت مثلا معيشيا، يعني عام 2015 كانت اليمن كجمهورية يمنية ترتيبها 153 في التنمية البشرية. حتى عام 2019 كانت الخسائر المادية قد وصلت إلى حوالي 89 مليار دولار، أي بمعنى خسارة لحقت بكل فرد من أفراد المجتمع تقدر بحوالي 2,000 دولار من نصيبه. يعني بمعنى آخر انخفض المستوى المعيشي أكثر من 3 إلى 4 مرات. يعني الموظف الذي كان مثلا راتبه 700 دولار في عام 2015 الآن هذا المرتب لا يساوي 300 دولار.
لذلك الحديث عن الحرب حديث يعني محزن، والحديث أيضا الآن عن حسم عسكري لهذه الحرب، خصوصا أن عندما انطلقت عاصفة الحزم، وعاصفة الحزم انطلقت كرد فعل طبعا على سيطرة الحوثيين على اليمن بشكل عام، على صنعاء ثم اجتياحهم للجنوب ووصولهم إلى عاصمة الجنوب عدن، انطلقت هذه العاصفة، ودول التحالف وعلى رأسها السعودية طمنت المجتمع الدولي على أن المسألة مسألة أسابيع أو أشهر وتنتهي هذه الحرب. الآن بعد 5 سنوات من هذه الحرب الحديث عن الحسم العسكري يبدو أمرا مبالغا فيه، بل يبدو مستحيلا. هناك سيناريوهات كثيرة يعني أعتقد موجودة، يعني سواء كان واضعها التحالف العربي أو تفكر فيها بعض القوى السياسية اليمنية، مثل الضغط العسكري المستمر على الحوثيين والضغط الاقتصادي، وهذا سيؤدي لنتائج. نعم قد يضعف الحوثيين، وهذا هو أضعفهم إلى حد كبير بالمقارنة مع كانوا عليه، لكن هذا السيناريو جاء ليدمر الإنسان، ليدمر الوضع المعيشي والوضع الخدمي للناس سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب. ناس يتحدثون مثلا عن حرب استنزاف طويلة المدى، وهي الأخرى أيضا ستؤدي إلى استنزاف الشعب، استنزاف الناس. الحوثيين لا يهمهم شيئا لأنهم يعتمدون على اقتصاد الحرب. الحوثيين يدورون المعركة، يدورون الشأن اليمني وبالذات الشأن الشمال، حيث يسيطرون على الشمال بشكل مطلق. سيبك من مدينة مارب أو بعض الشوارع في تعز أو بعض الشوارع في البيضاء، هم يسيطرون على الشمال ويتحكمون فيه تحكم عسكري، بمعنى يديرون الدولة، أو إذا افترضنا أنها دولة، ويديرون السلطة بالقوة العسكرية. لذلك أنا شخصيا أعتبر الحسم العسكري ما زال الحديث عنه طيب يعني صعب. ألا تعتقد أنه نحن بحاجة إلى مجلس عسكري يوحد عمل الجبهات، بحاجة إلى نوع من التنسيق فيما بين القوى المواجهة للكهنوت ولهذه الميليشيا؟ بالتأكيد يعني، وكان شيء طبيعي وكان شيء بديهي أن يشكل الرئيس هادي مجلس عسكري، مجلس حربي، بل وحكومة حرب تدير الدولة وتدير البلد. لكن الذي حصل أن الحكومة عايشة في الرياض وفي سفريات وتلقى برقيات وترسل تعازي واستقبالات، يعني وكأن الأمر عادي، وبرقيات تهاني من هذا الكلام. فكان فعلا في شيء مستغرب فيه أن لا يشكل مثل هذا المجلس العسكري، المجلس الذي يحدد استراتيجية الحرب وخطط العمليات. طيب تأخير الحسم العسكري أدى إلى صراعات ونزاعات ومشاكل كثيرة، يعني بسبب أنه لم يكن هناك تقديم لأولويات المرحلة للحسم، هذا أدى أيضا إلى الصراعات التي برزت مؤخرا في الساحة. هو عندما نطرق هذا الموضوع علينا أن نناقش وضع تحالف الحوثيين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح ككتلة في بداية الحرب، والتغييرات التي جرت داخل هذه الكتلة بما فيها الانقلاب الحوثيين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واغتياله، وبالتالي السيطرة على المصدر، يعني على الكتلة الضخمة التي كانت لصالح الرئيس السابق، سواء كان من الناحية العسكرية أو من الناحية المالية أو من الناحية الإعلامية، كل هذا أصبح في قبضة الحوثيين. من ناحية الشرعية، سلطة الشرعية، علينا أيضا أن ندرك أن تغيرات سياسية وتغيرات استراتيجية حصلت في هذه الحرب. فبدلا من أن توجه الشرعية وبالذات القوى التي سيطرت على هذه الشرعية ممثلة بحزب الإصلاح، توجه كل جهدها الرئيسي باتجاه إسقاط الإنقلاب في صنعاء، خلقت معارك جانبية في الجنوب مع المقاومة الجنوبية ومع المجلس الانتقالي الجنوبي ومع الإمارات أحيانا، فتحول مجرى الحرب إلى حروب جانبية. الشيء الثاني أنه يعني حصلت تغييرات سياسية كثيرة في هذه الحكومة. مثلا أول تغيير كان إزاحة حكومة بحاح
وهي الحكومة التي كانت محل توافق إلى حد كبير، يعني كانت مقبولة، لأن هذه الحكومة تشكلت في صنعاء بعد اتفاق السلم والشراكة. تم تغيير هذه الحكومة باستبدال بنغر وتعيين اللي هو علي محسن الأحمر اللي هو الآن فريق نائب رئيس. كل هذه تغييرات خالفت الاتفاقات السابقة، سواء كان المبادرة الخليجية أو اتفاق السلم والشراكة. اتفاق السلم والشراكة هو أول انقلاب على المبادرة الخليجية، لأنه أدخل الحوثيين طرف ثالث في المبادرة. صحيح، لكن هو هذا الاتفاق على الأقل كان محل إجماع وقعت عليه كل القوى السياسية بما فيها المؤتمر والإصلاح والحوثيين. المؤتمر كان أجنحة في المؤتمر من وقعت عليه. حكومة بندغر نفس الشيء، لم تقدم شيئا، بالعكس ازدادت الأوضاع المعيشية سوءا فيها، وازدادت أوضاع الخدمات سوءا، وحصلت فيها أيضا تجاذبات سياسية وشراء ولاءات. ركزت الحكومة على شراء الولاءات بدلا من تركيز الجهد على الجبهة الرئيسية اللي هي إعادة الشرعية إلى صنعاء. يعني هذا كل هذه التغييرات. الآن عندنا أيضا حكومة عبد الملك، نفس حكومة معين عبد الملك هي الأخرى عانت تصدعات كثيرة. تغيرت الأمور أيضا في الجنوب، حصل اتفاق الرياض. دعني أسألك سؤال مباشر، يعني بحكم خبرتك كمحلل عسكري، هل نحن قادرين على الحسم العسكري؟ شوف، الحسم العسكري يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول قوة ووسائل حرب موجودة تكون متفوقة قادرة تلحق الهزيمة بالطرف الآخر، متوفرة، وهي متوفرة فعلا. تمام. لكن الحاجة الثانية وهي الأهم، وهي إرادة القتال، سواء كانت إرادة سياسية أو إرادة المقاتلين. لدينا مقاتلون، ثبتت التجارب الأخيرة، لدينا مقاتلين يعني مستعدين للتضحية بأرواحهم وبدمائهم، وتأتي أفواج وتذهب أفواج، لا مشكلة. هل أين المشكلة إذن؟ يعني لدينا الإمكانات المادية والبشرية، أين المشكلة؟ المشكلة في الإرادة السياسية أو العسكرية وإرادة القتال والإرادة العسكرية، كل هذه. يعني أنت لاحظت مثلا لو تابعت كل المعارك، لو تابعت مثلا، سيبك من معارك نهم، معارك نهم، معارك صرواح، معارك تعز، هذه عبارة عن معارك قد تكون معارك استنزاف، أو بالأصحية معارك وهمية، معارك يعني إعلامية. يعني في تعز هناك شارع مع الإصلاحيين وشارع مع الحوثيين. في نهم هي جبهة نائمة لم تتحرك نهائيا، سيبك من الحركات اللي حصلت هذا وسنتحدث عليها فيما بعد. المعارك الحقيقية كانت في الجنوب لتحرير الجنوب في الأشهر الأولى، تحرير الساحل الغربي وصولا إلى الحديدة، وكادت الحديدة أن تسقط. هذه فعلا كانت معارك، وهي الجبهات الاستراتيجية، هذه هي الجبهات الاستراتيجية. هناك جبهة مشتعلة دائما، وهي جبهة الضالع، ويحاول الحوثيون أن يزجوا بأكبر قوة لديهم في هذه الجبهة لاختراقها، لأسباب نفسية، لأسباب معنوية متعلقة في أنهم عجزوا عن اجتياح هذه الجبهة عام 2015، لم يستطيعوا أن اجتياح هذه الجبهة، ولهذا خلقت عندهم عقدة نفسية أنه لا بد من اجتياح هذه الجبهة، لا بد من إخضاعها والعودة إلى الجنوب. يعني الحوثيين عندهم استراتيجية، وعادة الحروب لها استراتيجية هي المدينة. أنت لا تستطيع أن تحسم عسكريا، لا تستطيع أن تقول أنك حققت أهدافك إلا إذا وصلت إلى العاصمة. حرب 94 كان هدفها عدن، حرب 2015 كان هدفها صنعاء ثم عدن وتحققت. هدف الحرب المضادة للشرعية اللي ممكن أن نسميها حرب استعادة الشرعية هو صنعاء. إلى الآن ليس هناك أي مؤشرات على وجود توجه لحسم هذه المعركة، سواء كان عن طريق مارب حيث يتمركز هناك الجيش، ما يسمى بالجيش الوطني. هل تعتقد ونحن لازلنا يعني نستدعي الماضي ونستدعي يعني ونقدمه بتفسيرات ربما لا يتفق عليها الكثيرون، هل نحن قادرون على الحسم ونحن لازلت لدينا رواسب محبطة أنه نعمل سويا من أجل حسم المعركة، من أجل أن نتفرغ أيضا لبناء الدولة؟ يعني إذا كنا اليوم نتحدث عن ضرورة توحيد الجهود العسكرية، توحيد القيادة العسكرية، لا زال هناك من يفاجئنا بأنه فكرة الأطماع وفكرة التقاسم وفكرة الثروة والسلطة وأشياء من هذا القبيل. يعني أعتقد أنه في أولويات اليوم. يا أخي أنت في حالة حرب، عندك
ما تسمى بالمناطق المحررة. هذه المناطق أنت حررتها، سواء كان حررتها المقاومة الجنوبية، هي في النهاية تحررت لصالح، كما قال العميد طارق، لأنه حرر المحرر. هي لصالح التحالف، لصالح سياسة واستراتيجية التحالف في الوصول إلى صنعاء ومواجهة المد الإيراني. فأنت المفروض أو كأولوية لك بالنسبة لك أن يستتب الأمن والاستقرار والخدمات في هذه المناطق المحررة، بحيث تقدم نموذج مشجع. طيب ما الأولويات للمناطق التي لا زالت الأولويات محررة. نتحدث عن عودة الحكومة والرئيس إلى المناطق المحررة، هل هذا ممكن اليوم؟ والله ما هي عادة الحكومة، الحكومة عادت في تقريبا في بداية 2016 أو ربما قبل هذا، أول عودة للحكومة برئاسة بحة، ثم عادت حكومة بندغر، ثم عادت حكومة معين، لكن لم تعمل شيء على الأرض، بالعكس خلقت معارك جانبية ثانوية وفرغت جهودها لمسائل لا تخدم التوجه الحربي. إذن هذا أنت الآن يعني هذا كتحالف كطرح هذا غير وارد. طيب ما البدائل الأخرى؟ شوف من ضمن البدائل أنا يعني نحن الآن نتحدث أنه لا يجوز أنه حكومة، كيف ستستطيع حكومة أن تحرر البلد عن بعد أو بالريموت أو بالضبط كيف تحرر؟ وعندما نقول تعود إلى داخل الوطن هناك أيضا مشاكل، هنا مشكلة هناك. طيب لماذا نفكر مثلا انه لماذا لا تعود الحكومه حتى الى مأرب اذا كان هناك مشاكل في عدن؟ بالضبط، فلتعود الى مأرب، حضرموت، فلتعود الى حضرموت ان ارادت العوده. لكن في اعتقادي، وهذا يعني مش خافي عليه، هناك قوى في سلطه الشرعيه تعتبر الحرب مجرد وسيله للثراء. من المستفيد من اطاله امد الحرب؟ هي هذه القوى. من كلما طالت الحرب كلما زادت ثراء وثراء فاحشا في مقابل فقر مدقع يعاني منه الشعب اليمني سواء كان في الشمال أو في الجنوب. طبعا. هذه القوى لها حسابات سياسية ولها حسابات ثراء، حسابات التحالف. على التحالف العربي الآن أن يعلم أن المجتمع الدولي لن يترك اليمن كحرب منسية إلى ما لا نهاية، خصوصا مع تزايد الضحايا بين المدنيين، مع تزايد نسب المجاعة، نسب الفقر. عندي مثلا بعض الأرقام أنا بقول لك عليها، يعني إذا استمرت الحرب إلى عام 2030 وفقا لمركز دراسات أمريكي، سيكون 71% من سكان اليمن في حالة فقر مدقع، ومن هذه النسبة سيكون هناك 84% يعانون من سوء التغذية، وستصل الخسائر البشرية إلى 675 مليار دولار. بمعنى أن يفقد المواطن، مواطن الجمهورية اليمنية، 4600 دولار من دخله، يعني من نصيبه. وبالتالي تنخفض مستوى معيشته، تنخفض قدرته المعيشية، والأرقام هذه أرقام مهولة. لذلك الحسم العسكري يتطلب أولا وقبل كل شيء حسم الصراع السياسي. هناك صراع سياسي يجب أن لا ننكره، هناك صراع سياسي داخل الشمال وصراع سياسي داخل الجنوب. داخل الجنوب هنا صراع بين المجلس الانتقالي والسلطة التي تحاول أن تستقر، يعني هي مش تستقر، هي تحاول أن تفرض أجنرتها، تحاول أن تجعل من الجنوب كوطن بديل بدل ما تبذل كل جهودها من أجل تحرير الشمال. هنا في فرصة الآن معنا، يعني في الأخير هي خليني أكمل، هي مرحلة، في فرصة الآن عندنا، هي مرحلة لا بأس، عندنا اتفاق الرياض تتكئ على هذا المكان من أجل الوصول. نعم، عندنا اتفاق الرياض، واتفاق الرياض لو طبق بحذافيره سيؤدي إلى هدفين. الهدف الأول تسوية الملعب الجنوبي إداريا ومعيشيا واستقرارا وإلى آخره، والهدف الثاني توجيه كل القوى والوسائل سواء كانت المتوفرة لدى المجلس الانتقالي الجنوبي أو لدى سلطة الشرعية أو لدى حراس الجمهورية الموجودين في الساحل الغربي، توجيهها جميعا في اتجاه تحقيق الهدف الرئيسي للحرب، وهو إسقاط الانقلاب في صنعاء وعودة سلطة الشرعية. هنا يجب أن تتركز كل الجهود، وهنا يجب أن تتركز كل الأسئلة على هذا المحور المهم. نعم. إذن تتأجل دائما فكرة الحسم العسكري لأسباب تتعلق بمصالح وبمنافع، لكن ضياع الوقت في إيجاد حلول سياسية أوصل المشهد في اليمن إلى رؤية قاتمة. لكن هناك بارقة أمل في أن سرعة الحسم العسكري في نهم ستجعل الحرب تحط رحالها قريبا.
تابع هذا التقرير ومن ثم نعود النقاش. وحين خرجت نهم إلى العلن أعلن الأبطال فيها أن النصر حليفهم لتشرق الشمس على صنعاء من نهم، وتؤذن المعارك هناك بأن عام 2020 عام نصر بعيدا عن التلاعب بالاتفاقات السياسية التي لم يحترمها الحوثي منذ العام 2004 إلى اليوم. كل مقاتل في هذه الأرض الجدباء شديدة الوعورة يحمل على عاتقه هدفا ساميا يتعلق بمصير اليمن واستعادة شرعية مؤسساته، والهدف هو النصر، وبين الحمل والهدف تبقى مهمة القيادة في صناعة قرار الحسم، ولن يكون حليفهم إلا النصر المؤزر، وسيتحقق ذلك عبر توحيد مسرح العمليات والرؤى التي تدير عجلة تطهير اليمن في كل الجبهات وعلى كل المستويات، وترتب الصفوف وتعطي إشارة الانطلاق. الجبهة في نهم تعني الكثير، تعني الجيش الذي يملك أعلى مستوى من التكنيك والتخطيط وكل فنون الحرب المنظمة، ويمتلك خيرة الرجال القادرين على تنفيذ المهام القتالية الصعبة، وأفراد مدججين بالسلاح يجيدون القنصة والتخفي وألعاب الحروب واستخدام الأسلحة بكل أنواعها، ومشاركة القبائل والمقاومة الشعبية من كل حدب وصوب. الطريق من نهم إلى صنعاء يمكن أن يغير كل شيء لو اتحد الجميع وتحدد خيار المواجهة ضد هذه الميليشيات الحوثية. إنها مهمة لا جدال فيها ولا مهاودة حتى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل دخول صنعاء. الجميع يدرك أن ميليشيات الحوثي الإرهابية لن تتوقف حتى تحرق الأخضر واليابس، لذلك علينا ندرك أن التوجه نحو خيار الحسم العسكري ليست غاية في حد ذاتها، بل إنها الطريق الوحيد الذي تبقى لنا لنسلكه لكي نحد من المعاناة التي يتعرض لها المدنيون، ونوقف شلال الدماء المتدفق منذ الاجتياح الحوثي الغاشم الذي لا يفرق رصاصه بين أحد ولا تعرف طلقاته كبيرا من صغيرا، طفلا من امرأة، شابا من عجوز. الحوثي بحق يسير في طريق صعب يسلكه، وكله عنف واستمرار لفرض السيطرة والسلطة على اليمنيين، ولم يتبقى علينا سوى أن نأخذ القرار فقط، الانطلاق صوب تحرير اليمن بمعارك حقيقية نحو صنعاء، فلا حل غيره. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ويسرني أن أرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف اللواء الركن محمد الحبيشي قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب. مساء الخير سيادة العميد. سيادة اللواء، نعم تسمعني؟ طيب سيادة اللواء تسمعني؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته سيادة اللواء. يعني بداية، ما الجديد لديكم في مسرح العمليات في نهم ومأرب؟ طيب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة اللواء أنت على الهواء. الله وبركاته. سيادة اللواء معي؟ ألو، مساء الخير. طيب، معي أيضا عبر الهاتف مستشار قائد العمليات المشتركة العميد الركن مراد طريق. مساء الخير سيادة العميد. أهلا وسهلا. يعني بداية لو تضعنا مساء النور إن شاء الله. مساء الخير والعافية. بداية لو تضعنا في صورة ما يجري اليوم على الأرض. الحمد لله على كل حال. أولا نشكركم على الاستضافة، ونحيي ضيفكم الكريم والعقلية الفذة التي حقيقة أنا أسمع كلامها وأستمتع أن في اليمن رجال بهذه النضج وبهذا الأبعاد والأفق الكبير. وبالنسبة للموقف، يعني هو إن شاء الله الأمور طيبة. قواتنا المسلحة يعني لها الأرجحية على الأرض. الحوثي قام بمغامرة غير محسوبة، يعني ليس لها أفق من نجاح مطلقا مطلقا مطلقا. فهو الآن يدفع الثمن، وإن شاء الله الجيش متحزم له وسيقوم بما يلزم. وأنا أتوجه إلى نقطة، إلى أن احنا هذه التعالية من الحوثي كنا بحاجة إليها بحيث تستفزنا، تعيدنا إلى جو الحدث. يعني نحن استرخينا قليلا، و
بدأت ال الجوانب النفسية والحزبية والفكرة على المشهد العسكري وبدأ صوت البندقية يخبو. الحمد لله النصر قادم وإن شاء الله الأمور طيبة، ونبشركم إن شاء الله أن جيشكم وزملاء في جبهة نهم كما هم في جبهة الساحل، رجال أشداء يمانيون أقحاح، ولن يحيدوا عن الهدف حتى النصر بحول الله. ابقى معي سيادة العميد، وارسلوني أن أرحب أيضا باللواء الركن محمد الحبيشي قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب. مساء الخير سيادة اللواء. ألو. أهلا وسهلا بك، تسمعني؟ أنا كنت سيادة اللواء تسمعني؟ ألو. أهلا وسهلا. تفضل. طيب، بداية أهم الإنجازات التي تحققت على في الميدان خلال اليومين الماضيين. الإنجازات تحققت تقدمات في عدة مواقع. نعم، ما هي المواقع اللي وصلتم إليها؟ التقدم في الجوف، في صروة، في عدة مواقع سقطت على الحوثي. نعم. والآن هي بيد الشرعية. طيب، اليوم مثلا الى اين وصلتم؟ يعني هناك كان حديث عن انكم تقدمتم قليلا وصرتم على مشارف العاصمه او مشارف بني حشيش. وصلوا في مجزر الى مشارف مرفت. طيب، لكي يكون المشاهد الكريم معنا، اين تقع هذه المناطق؟ تبقى في محافظة مأرب، ما بين الجوف وما بين مأرب. نعم. طيب، أهمية التنسيق العسكري في هذه المرحلة، يعني نحن نتحدث اليوم عن مجلس عسكري بحيث أنه تتحرك كل الجبهات دفعة واحدة، إلى أي حد تعولون على هذه المسألة؟ تحركت في الجبهات، مختلف الجبهات تتحرك دفعة واحدة، لماذا لا يكون هناك مجلس عسكري للتنسيق فيما بين كل الجبهات؟ التنسيق قائم بين الجبهات ككل. لا يوجد هناك اختلاف ولا لا يوجد هناك عدم تنسيق، التنسيق موجود بين جميع الجبهات. والتحرك يأتي في بعض الأماكن، وبعض الأماكن قد الدفاع ثابت في مكانه، والبعض المواقع يحصل هجوم، والحرب هكذا كر وفر. نعم. طيب سيادة اللواء، كيف نجح الحوثي وهو ميليشيا خارجة على القانون في إقناع العالم بأنه في كفة توازي كفة الحكومة الشرعية ويمكن الجلوس معه؟ بالنسبة لإقناع العالم لم يقتنع بالحوثي، هنالك أطراف إقلاف دولية تساعد الحوثي معروفة على العالم، هي إيران وبعض أطراف أخرى تساعد على ذلك، ولكن العالم كله مصنف الحوثي إنه ميليشيات، وما يعترف به ولم يعترف به أي جهة رسمية سوى إيران. كل العالم 197 دولة في العالم لم تعترف بالحوثي سوى إيران. المبعوث الأممي يصفه في أحد التقارير بأنه قائد الثورة. هذا شأنه المبعوث الأممي، ربما زلت للسن، ربما يعني شأنه هذا، ما لنا علاقة. نعم. طيب، الناس ينتظرون يعني بشرى سارة يعني من خلال هذا الاتصال، إنه يعني ما الذي تعدون به الناس خلال الأيام القادمة؟ إن شاء الله تعالى سيتحقق النصر في القريب العاجل بإذن الله تعالى، والنصر من عند الله، فإحنا نبذل ما استطعنا والنصر من عند الله. يعني كفتكم راجحة كما تقول سيادة اللواء، والأخبار مطمئنة؟ إن شاء الله راجحة ومرجحة بشكل طيب. لا، يعني لا تراجع هذه المرة، لن تقفوا عند نقطة معينة؟
لن نقف عند أي نقطة محددة، ومستمرين في كل الجبهات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار المواجهات الحوثية. أشكرك سيادة اللواء الركن محمد الحبيشي قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، كنت معي عبر الهاتف. أعود إليك سيادة العميد. يعني استمعنا إلى اللواء محمد الحبيشي ويتحدث عن أنه كفة الجيش راجحة في مواجهة الميليشيا، يعني ما المطلوب في هذا التوقيت بالضبط؟ أعتقد أن قائد المنطقة العسكرية الثالثة تكلم كلاما عاما، يعني صحيح كفة توازن القوى والوسائل هي لصالح الجيش، ما يسمى بالجيش الوطني، هذا واضح. لكن على الصعيد الآخر، حسب كلام قائد المنطقة ومستشار قائد المنطقة، فإن المعارك ما زالت بعيدة عن صنعاء، ما زالت تدور بين مأرب والجوف. حسب ما علمت قبل أمس تقريبا أن الحوثيين تمكنوا من قطع الطريق التي تربط مأرب بالجوف، وبالتالي مأرب بنهم، والمعارك في صرواح، وصرواح تبعد عن صنعاء حوالي أكثر من 100 كيلومتر. لذلك تبقى الجبهة الرئيسية إذا تحركت فعلا هي جبهة نهم، جبهة أرحب. أنا على ما أتذكر في عام 2015 كانت جبهة نهم وجبهة أرحب مع الشرعية. الآن نحن نتحدث عن معارك على مشارف الجوف وعلى مشارف مأرب. لم يكن هنا يعني جبهة نهم وكأنها ظلت خلال السنوات الماضية جبهة منسية. لا أعرف أنا بالضبط موازين القوى داخل نهم، يعني ما هي القوة العسكرية التي تمتلكها الشرعية. اللي أعرف أن نهم هي منطقة جبلية، صحيح أهل نهم يعني كما معروف مشهورين في التاريخ أنهم مقاتلين أشداء، لكن ما هي القوة العسكرية التي تمتلكها الشرعية داخل هذه المناطق، سواء كان من حيث السلاح الثقيل أو الخفي المتوسط أو المقاتلين أو وسائل الدفاع الجوي. يعني حتى الآن هم متواجدين يعني تحت الفرضة، يعني ما بعد الفرضة بالضبط. يعني الفرضة هي تعزل نهم عن مناطق ما. أيوة، سمعت أنا أن الحوثيين مسيطرين على الجبال الرئيسية الاستراتيجية التي تهدد نهم يعني. لكن لو فرضنا أن انطلق هجوم كاسح من هذه المنطقة، من منطقة نهم، فالمسافة بينها وبين صنعاء لا تزيد عن 60 كيلومتر. طيب، معي أيضا على الخط العميد الركن مراد طريق. سيادة العميد، يعني ونحن نتحدث اليوم عن معركة فيها الكثير من الصعوبات والمثالب، وهناك أيضا وعورة في المسالك الجبلية وإلى آخر ذلك. يعني لو تضع أيضا المشاهد في صورة ما يجري أيضا من ناحية الصعوبات التي تواجهنا في اجتياز فرضتنا. نعم يا سيدي، أنا أريد أن أعقب على جزئية الحسم العسكري. نعم. السيد اللواء ذكر أنه صعب، يعني هو فعلا صعب، لكن أنا أريد أن أؤكد على حاجة. الحوثي لم يدعن للسلام إلا بحسم مهما كان باهظ. والثمن الذي كنا سندفعه قبل سنتين كان أقل من الثمن الذي حندفعه الآن. صحيح. والثمن اللي حندفعه الآن أقل من الثمن اللي حندفعه بعد سنة أو بعد 6 أشهر. الحوثي عنده كتلة بشرية ومقاتلة، وظهر اليمن الجبلي بيده، يعني مفاصلة بيده، والشعب كان ينتظر من الشرعية الوصول لصنعاء بوقت مبكر، ولكن الآن بدأ يختفي، وبدأ الحوثي يستحوذ حتى على أبناء الأسر الجمهورية السنية في مناطق التي يسيطر عليها، والفكر ما حد يقدر انتحاب أسلحته. فهذه مشكلة أكبر وأعقد من صراع البنادق والمدافع. الجزئية الأخرى، طبيعة المنطقة في اليمن تعطي الحوثي أفضلية في مسألة التنصرس في مناطق وعرة، محيط نفسها بالألغام، تمكنه من الاختفاء والحصول على سواسر من الضربات الجوية من كل شيء.
لكن ايضا بيعطينا ايضا احنا امكانيه مباغتتها من جهات غير متوقعه. انا في قناعتي ان احنا لو توافرت غرفه عمليات كفؤه، وانا اتحقق في الموجودين، لكن يقول لك خذوا به المكه وزوروا به المدينه. يعني مثلا اتجاه البيضاء سنتين ونص واحنا ندقق رؤوسنا في جانب طيب، عندنا اتجاهات اخرى ليش ما نجربها؟ مناطق واسعه لا الحوثي يقدر يغطيها ولا احنا نقدر نغطيها. ف عنوان القوه لك او لعدوك هو عداله القضيه، احنا نملك عداله القضيه. ونحن الان بامس الحاجه كجيش شرعيه وكحكومه ان نقوم بفعاليه تعيد المواطن البسيط الذي يرزح تحت حكم الحوثي أن نعيد له شيء من الأمل بقدرتنا على إنقاذه. يجب أن يكون هناك عمل عسكري كبير يعيد لنا شيء من روحية الاندفاع ويعيد للمواطن شيء من التوازن. ويعني مثلا نقول مثل فعاليات المخا بداية أو الحديدة أو بيحان أو ولكن في اتجاهات معينة. النقطة الأخرى اللي أنا أريد أشير إليها، و أنا أقول الله سبحانه وتعالى يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دعوة الأخ العميد طارق بخصوص رغبته بالمشاركة في جبهة اثنين، أنا أعتبرها رسالة تعبر عن نبل وشهامة وإيمان يعني يعني إنكار للذات وللأحد، وهذا ما يجب أن يحملها الرجال الوطنيين. وأنا أتمنى على السيد رئيس الجمهورية المشير عبد الله منصور هادي الرجل الشجاع والمناضل أن 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 يتعامل معنا جميعا كأبناء، نحن أبناء هو رئيس البلد. وطارق محمد عنده الآن قوة مدربة وجاهزة وليش ما نستخدمها؟ وما راح يأخذ لي من فوق ظهره. حتى المجلس الانتقالي عنده الان ما يقرب من 100,000 مقاتل، ليش ما نهدي اللعب احنا وياهم شوي وناخذ من عندهم لواء ولا اثنين من حق اهل الضالع جنبنا وحنحسم المعركه، نريد فقط ان نصفي النوايا وان نخلص القضيه وان نتجاوز الاحن وان السيد رئيس الجمهوريه حفظه الله ان ينظر لنا كلنا كابناء حتى المسلم. نعم. وهذا هو ابقى معي ابقى معي سياده العميد سيد العميد ابقى معي على الخط. سيد العميد اليوم نحن في ايضا امام تحدي اخر، يعني كان ستوكهولم الكل اجمع بانه كان خطا، الا ترى انه اليوم هناك فرصه مناسبه للتخلص من هذا الاتفاق ومن تبعاته بشكل نهائي باعلان رسمي؟ هذه مسألة سياسية، هذه مسألة سياسية وتعود بالدرجة الرئيسية إلى الحكومة. لكن وجهة نظري الشخصية أنا أن اتفاق ستوكهولم جاء لصالح الحوثيين أكثر مما هو لصالح الشرعية، لأن موازين القوى حينها كانت لصالح القوات الموالية للشرعية، سواء كان القوات الألوية العمالقة الجنوبية أو المقاومة التهامية أو حراس الجمهورية كانوا في موقف قوي. نعم. وكادت الحديدة أن تسقط بأيديهم. صحيح. لكن الاتفاق أنقذ الحوثيين. بالضبط. وأعطاهم فرصة للمساومة. هذا ما أقصده، يعني ما المانع أنه اليوم ننقذ، يعني خلاص كما قال الأخ مراد ينبغي نفسه. ينبغي أن تتحرك جميع الجبهات وفي وقت واحد. نعم. جبهة الساحل الغربي، جبهة نهم، أرحب إذا أمكن من عمران. ما أتحدث عنه يصير في هذا السياق، يعني إذا أعلن رسميا إنهاء هذا الاتفاق، لأنه الحوثي لم يلتزم به منذ الوهلة الأولى، إذا تتحرك جبهة الحديدة بموازاة مع جبهتنا، وهذا هو مطلب الناس جميعا، مطلب كل المقاتلين، لأن هناك مقاتلين مستعدين أن يبذلوا الغالي والرخيص، هناك من فقد أخاه وتبعه في المعركة ومستعد أن يستشهد، يعني في ناس في كثير سقطوا من بيت واحد شهداء أو ارتقوا بالشهداء في نفس المعركة وفي نفس المنطقة، وهناك في مناطق أخرى أيضا يذهب الأخ ويتبعه أخوه الآخر، لا مشكلة. صحيح. وأعود مرة أخرى وأكد أن الحسم العسكري يحتاج إلى قرارات سياسية. يحتاج أولا وقبل كل شيء إلى تنفيذ اتفاق الرياض. اتفاق الرياض البعض يفسره تفسير أناني ذاتي، لكن حقيقة الأمر كما قلت اتفاق الرياض من شأنه أن يقوي، أن يعني يستتب الوضع الأمني
والاستقراري والمعيشي داخل الجنوب، ومن شأنه أن يحرك قوات الشرعية. الاتفاق نص هكذا، الاتفاق نص على إخراج القوات التي جاءت من مارب، عند قوات جاءت من مارب وهي الآن مقيمة ومتمركزة في في أبين وفي شبوة. ماذا لو تحركت هذه القوات إلى مارب وتم الزج بها باتجاه صرواح وثم باتجاه نيم؟ يعني سيكون من المفيد جدا لهذه الجبهات أن تتحرك باتجاه الحوثي. لو تحركت كل هذه الجبهات، لو اتخذ التحالف قرار سياسي واضح وصريح بالحسم العسكري باتجاه صنعاء، ولو صدقت النوايا لدى حزب الإصلاح ولدى ما يسمى بقيادة الجيش الوطني، أنا متأكد أن المعارك إن لم تؤدي إلى الحسم العسكري ستؤدي إلى إرغام الحوثيين على الجلوس على طاولة المفاوضات. طيب سيادة العميد مراد، يعني المعارك الجانبية وافتعال المعارك الجانبية يؤثر كثيرا على مسار العمل العسكري. إلى أي حد أدت هذه الصراعات الجانبية إلى تأخير عملية الحسم؟ والله يا سيدي، اعتيادي هو تأبى العصية إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقت تكسرت أحادا. نعم، تكسرا. نعم، فإحنا إحنا إحنا بالوقت بنستهلكه على حساب أنفسنا. أنا أتمنى من الدول الدول التحالف العربي أن تجمع الفرقاء تحت مظلة واحدة وأن تلزمهم وتجبرهم بتوحيد الوحدة من القرار ووحدة الهدف. وكلنا يمنيين، ولن يطرد أحد الآخر من البلاد. آخر التاء حنوصل الصندوق. نحن نملك القدرات الكافية لتحديد شيء على الأرض ولتحرير شعبنا من نير الذل والهوان وإعادة شيء من الاستقرار والسكينة لبلدنا. هل تعتقد أن الحوثي سيصمد إذا ما بدأت ساعة الصفر سيادة العميد؟ والله شوف، أنا عاوز أقول لك حاجة. الحوثي ناخذ المعركة مصير، إحنا ما ناخذها مصير، إحنا رايحين جايين، وهذه مشكلة. وفي استخفاف بالعدو، نحن لا يجب أن نستخف بالعدو. العدو مقاتل شرس معبأ عقائدي، لكن هو يستفيد من الخلافات التي تحدث هنا وهناك التي تضعف الجانب المواجه. نعم نعم، أقوى سلاح، أقوى سلاح يملكه هو تفرقنا، وأيضا العامل الخارجي. أنا لا أتحدث عن التحالف العربي، العامل الخارجي بشكل عام. أنا أريد أن أقول جزئية مهمة. الحسم مش صعب، و أرجحيته في هذا الوقت هي أفضل من بعد فترة زمنية أخرى، لأن إحنا الآن بنعطيه الحوثي مهلة لإعداد نفسه ولإعداد تجيش أطفال مقرب أسر فقيرة في جيزة ما يقدر يعيش، يروح يبزه يم الملة على دولتهم، يم حسين بدر الدين ولا عبد الملك. فهذه تلعبنا، وعندنا اتجاهات قتال رئيسية وأنا أحددها في التالي. نعم. في جبهة الضالع عندها جبهة محورية. نعم. أنا أتحدث عن اتجاهات القتال باتجاه ظهر اليمن باتجاه صنعاء. معك اسمعك، أتمنى الإيجاز سيادة العميد. نعم. أيوة فرضت نهم اتجاه رئيسي وحيوي بالرغم من قد فقدنا عنصر المباغتة. اتجاهات أخرى ما أقدر أتحدث عنها. عندك أيضا الساحل يجب أن يستكمل، ومو شرط أنك بس تروح على الحدود. يعني لو انضبطت هذه الثلاث الجهات يعني يمكن أن نصل إلى نتائج جيدة في وقت قصير. نعم، أشكرك جزيل الشكر. وعندنا أيضا اتجاهات أكثر. تحياتي أستاذي وتحياتي لضيفك والأخوان جميعا. شكرا جزيلا لك، أنت أعطيت الـ ربما الجهات الرئيسية. الوقت أدركنا سيادة العميد، أختم معك بسؤال. هل تعتقد أن المبعوث الأممي سيظهر مجددا في الصورة وينادي بالحل السياسي إذا ما بدأ الحسم العسكري؟ دائما الحلول السياسية لا تأتي إلا بعد الحلول العسكرية. يعني جاء اتفاق ستوكهولم
وافق الحوثيين على الذهاب إلى المفاوضات بعد أن رأى أنه أن الحريرة ستذهب منه. والمبعوث الدولي هو مبعوث يمثل سياسات الدول، وهذه السياسات الدول تقوم على مصالح هذه الدول وتقوم على موازين القوى على الأرض. أشكرك، أشكرك جزيل الشكر العميد الركن ثابت حسين صالح الخبير المحلل العسكري المعروف، شكرا كل الإيضاحات الضافية التي قدمتها في حلقة اليوم. شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.